ساتر يا ساتر علي يا ساتر. واللي بيميز المهرجان السنه دي طبعا ان هو بيوسع اكتر فكره السيرك التقليديه، ففي السنه دي ناس بيلعبوا مزيكا وناس بيعملوا مسيرات تهريج، يعني بيمشوا في الشارع وبيهرجوا مع الناس، وهي خروج شويه عن فكره السيرك التقليديه. لو شفناه على التلفزيون فاحنا جبناه النهارده يكون موجود معانا في سيركايرو في ميدان عابدين مع رضوان شرباوي. Some people do things they would never do in normal life. So it opens your mind, it opens your eyes, it gives you new ideas, and I think it becomes more free. You know, it becomes more freedom because of this. You see things that you have never seen, and you think the world gets bigger. You get new ideas. You say, oh, I've never done this or not. Yeah, I think it's like this. I really enjoy it. Like it's opening the world. لا طلع الكوره من بقك عشان مش تزور. الكوره من بقك عشان ما تزورش. ليه انا دي؟ لا اللي في بقك اللي في بقك. ايوه اللي في بقك. خد كده الكوره وادي كده الكوره كمان شالها. كده كوره واحده. بيشاور عليها خالص يقول لها امشي، بتمشي تطلع من بقه. برافو. كمان كده كوره من دماغ على بقه. وادي كده كوره كمان في الهواء او من عينيه تطلع من بقه. وادي كده كمان كوره من ودنه على بقه، كوره في الهواء تطلع من بقه. الله. وادي كده كوره كمان، وادي كده كمان. هو بلاعه ولا ايه؟ مش هتسقفوا له ولا ايه طيب؟